اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا مع انطلاقه جديده من اسواق المباركيه في هذا المكان التاريخي والتراثي والتجاري في دوله الكويت، مع هذه الاجواء الشتويه الجميله في كويتنا الغاليه وجمهورنا من اخواننا المواطنين والمقيمين وزوار هذا المكان التاريخي والتراثي. سعداء جدا بان تكون الانطلاقه من الان لغايه الساعه 9 مساء معاكم عبر الفضائيه الكويتيه من خلال فرق شعبيه تحرص وزاره الاعلام على تواجدها بشكل اسبوعي معنا ايام الخميس والجمعة، يؤدون هالأغاني الكويتية التراثية الجميلة لرواد أسواق المباركية وأيضا اللي يتابعونا عبر الفضائية الكويتية، بالإضافة إلى ضيوفنا اللي دائما متميزين وأيضا المتميز دائما زميلنا وأخونا نجيب القحطاني. مساء الخير أبو نواف. مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت، مثل ما احنا عودناكم دائما ومثل ما تفضل زميلي سعد ان احنا معكم كل خميس ويمعة من هذا المكان الجميل المربعانية الحلوة اليوم اللي بدت ما شاء الله. احنا نشوف الأجواء الشتوية الحلوة الجميلة، الكل ما شاء الله بدوا الملابس الشتوية بدت تقريبا من اليوم في قوة. احنا قاعد نشوف ما شاء الله الكل بهالجو الحلو هالجو الجميل وهالبراد، والسوق ما شاء الله يعني كثر ما تمشي بهالسوق وتتمشى الجو من احلى ما يمكن وبراد، يسمونه نسناس البارد. نعم اليوم يعني تاكيد لكلامك يعني اخوي نجيب اللي بالكبت اليوم طلعوا الناس، قاعد نشوف السديري، قاعد نشوف الجاكيت، يمكن بعد شوي يمكن نشوف الفروه. فبدينا نشوف فعلا مثل ما قلت الاجواء الشتويه بدت موجوده هنا معانا في المباركيه، فعلا يعني الناس مشتاقين حق الشتاء. نعم احنا قاعد نشوف يعني الجاكيت طلعت مثل ما تفضلت الفروه طلعت، كذلك ترى في الفروه النسائيه إيه؟ يعني الان في بعض المحلات تبيع الفروه النسائيه، العبات النسائيه الثقيله، فهذا شيء حلو. لما احنا نشوف ما شاء الله الشتاء بدا الكثير ما شاء الله من حتى من الاطفال ما شاء الله تلقاهم لابسين الشتوي إيه؟ يعني الجو من احلى ما يمكن. خلينا نقول المربعاني اليوم بدت، فقاعدين دائما في الاحوال الجويه يعني حذرون ان اليوم الجو بارد، فديروا بالكم صح. يعني تدري صح يعني الجو. يعني اتوقع من الليله مثل ما قلت خبراء الارصاد الجويه قالوا من الليله وباكر نعم. ان شاء الله الايام الجايه خلاص دخلت المربعانيه، فبالتالي الاجواء الناس يتوقعون، وان شاء الله نتوقع بعد الامطار الخير يعني تهل على الكويت الغاليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، خاصه يعني هذا البرنامج برنامج اسواق المباركيه هو يعطي الدفء الجميل حق الجمهور اللي موجودين، ونقول لكم تعالوا عندنا شاركونا مسابقاتنا اسئلتنا هالمكافآت اللي تقدمها وزاره الاعلام، وشكرا يعني للمسؤولين في وزاره الاعلام لهذا البرنامج الجميل اللي يجمع من الكويت من داخل الكويت ومن برا الكويت. نعم عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم عبر الفضائيه الكويتيه من اسواق المباركيه، بعد الفاصل لك عادل الرشيدي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، شكرا لفرقة الرندي للفنون الشعبية اللي موجودة معانا في أسواق المباركية من خلال تعاون مميز مع وزارة الإعلام في تواجد هذه الفرق الشعبية الكويتية في أسواق المباركية، وإحنا مستمرين معكم في هذه الأجواء الشتوية الجميلة. في البداية كنت أنا وزميلي نجيب القحطاني قاعد نقول أن بدينا نشوف السديريات، الجاكيتات، الفروة، بدينا نشوف مظاهر الشتاء في أسواق المباركية وكل مكان في الكويت، لكن بما ان احنا ننطلق من هذا المكان قاعد نشوف قدامنا المظاهر الشتويه وقاعد نقول عن السديري. قبل اي واحد يبي جاكيت او سديري او فروه دائما ياخذ شغله مستورده. من خلال المشاريع الصغيره صارت عندنا صناعه كويتيه صنعه في دوله الكويت من خلال الشباب الكويتي الموجودين. عندنا ضيف اخونا احمد الضاحي مصمم سديريات كويتي، شوفوا هالتقرير هذا وبعدين نبدا حديثنا المطول معاه. السديريات اللي شفتوها هذه شغل كويتي صنعه في دوله الكويت. يسعدنا دائما ان احنا من خلال اسواق المباركيه ان نلتقي مع الشباب الكويتي الايجابي اللي قاعد يظهر البلد بشكل جميل وحلو. مثل ما قلنا اخونا احمد الضاحي هو مصمم سديريات كويتي موجود معانا هني. اخوي احمد اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ويسعد ساعة المباركه ومساك الله بالخير ومسي على المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك. احنا دائما يعني في اسواق المباركيه صوت البرنامج نفرح عندما نشوف اخواننا الكويتيين وهم اللي قاعد يشتغلون بدينهم وهم قاعد ونشوف يعني بالمحلات هنا صنع في دولة الكويت من خلال المشاريع الصغيرة. فودنا نتكلم أخوي أحمد على بداياتك مع السديريات من متى كانت يعني؟ أي نعم، أول شيء أنا سعيد جدا متواجد معاكم في البرنامج. أهلا وسهلا فيك والساعة المباركة. وبالنسبة حق البداية الأمانة هي البداية كانت يعني قصة طويلة بس أنا بحاول أختصرها يعني صح. البداية كانت من أيام الطفولة للأمانة لما كنت صغير بالعمر يعني كنت أحب يعني أحب شيء اسمه سديري يعني من وانا صغير يعني اشتى صيف لابس سلفست لازم فالشيء هذا مطبوع فيني من وانا صغير. كبرت طبعا مع العمر والحمد لله كان في مشروع كويتي منطقة شويخ تحت مظلته مشاريع كويتية بحتة يعني كانت بدايتي. أنا بالبداية كنت أصمم الفستات حق نفسي يعني كنت ألبسهم كنت أشوف يعني كانت في ملاحظات بسيطة أنا كنت ألاحظها حبيت هالشيء أكثر. الناس قاموا يسألوني يعني قاموا يقولوا لي أحمد أنت يعني التصميم هذا من وين السديري هذا من وين جبته أو من وين خذيته أو من برا أو من الكويت. ما كنت أقول لهم أن أنا مسوي لأن تعرف أنت عندنا هني يعني أي شخص ممكن تقول له أن أنا اللي مسوي الفست أو أنا اللي مسوي السديري معود يبينا مدة اللي يصدق بالضبط. فالأمانة كانت البداية يعني ما كنت أصارح الناس لما شفت في غبال يعني في سؤال أكثر كلش تعنشت قاعد يزيد السؤال من 2011 كانت بدايتي تحت المشروع الكويتي اللي هو تحت مظلة المشاريع الصغيرة كلهم للأمانة من 2011 واليوم الحمد لله احنا ب 2017 وللحين الحمد لله كل سنة وكل شتاء قاعد انزل كولكشن واشياء جديدة اول باول. اخوي احمد عندما نقول مصمم مثل ما قلت انت يعني انت قاعد تشتغل بيدك يعني هل انت دشيت دورات ولا مثل ما قلت انت من ايام ما كنت صغير وصارت عندك خبرة في هذا المجال؟ اي نعم، انا بالنسبة حق الدورات انا كنت يعني شوف انت في شيء لما تحب شيء لازم تسعى له صح. هذا شيء يعني فيك انت كشخص. فانا يعني حاب هالشغله هذه، حاب التصميم السديريات، حاب الفستات هي شلون طريقتها كنت اركز على التفاصيل. فصار الموضوع ممارسه للامانه. كنت ارسم، كنت اسوي الفستات حق نفسي. مع الايام الحمد لله قعدت مع كانت بدايتي مع يعني خياط
الى الحمد لله اليوم ما شغل يعني. نعم اخوي احمد، يعني دائما يعني بالشتاء تنزل يعني هالزديريات والجاكيتات، تصير في منافسه، فتشوف كل المحلات يعني بالصيف صيفيه، بالشتاء شتويه. الحين في موجود يعني الزديريات في كل مكان في المباركيه، وعندكم مثلا بشويخ اللي قاعد تقول، لكن يعني شنو اللي انت يميزك هني؟ طريقه المنافسه والناس يتعنون حق احمد. بالضبط بالضبط، انا والله الحمد يعني من 2011 ل 2017 الاستمراريه، يعني الكاستمرز معاي الحمد لله يعني ليومك هذا، هو عشان شيء واحد بس، الكواليتي والتصميم الحلو. الكواليتي انا اعني فيه يعني كواليتي الخام، جوده الخام، التصميم. هل يعني انا عندي واحد من الشباب ماخذ فيست من 3 سنين، أي. تصميم قديم من 3 سنين، تو قبل كم يوم انا شايفه عليه، والله العظيم نفس ما هو بالضبط. هني جوده الخام تفرق وياك، فانت لما تتميز بشغلك عن غيرك تتميز بالجوده، تتميز بالخدمه اللي توفرها، تتميز بالديزاينات اللي ترسمها، بالالوان اللي توفرها بعد. ودائما خليك فلكسيبل مع الكاستمرز. على فكره اخوي احمد، يعني في السنوات الماضيه كانوا الناس لاقين مشكله، خاصه بالكويت هنا، دشداشه وسديري، فلاقين مشكله انه يعني بهالشغله هذه. صح. قبل يعني هذه حق الشغلات السبور وشغلات كذي، يعني الحين لا، يعني بدينا نشوف الناس يعني دشداشه وسديري. بالضبط ايه؟ بالضبط، هي اليوم صارت نفس الموضه نقدر نقول حق الشباب، اغلب الشباب حتى بار بالعمر هم بعد والله قاعد ياخذون مني. بالنسبة حق الزديري اليوم، يعني احنا الجو عندنا هني بالكويت يعني ايام بسيطة، ايام قليلة اللي يجيك البرد اللي انت محتاج انه يكون جاكيت او فرو او ايا كان. صح. بس اغلب الايام، ايام الشتاء يجيك الجو يعني معتدل، يعني عادي تقدر تقعد برا وعادي امورك طيبة، تلبس الزديري يعني عادي. بالضبط. صح. شنو الانواع يعني ودنا نتكلم على الكواليتي يعني الانتاج اللي عندك اخوي احمد؟ يعني انا دائما اركز على جودة الخام، نوعية الخام. انا للامانة يعني نفس ما قلت لك بدايتي كانت شوي صعبة، ممكن نتكلم عنها بعدين. بس اليوم جودة الخام اللي أنا قاعد أوفرها بالصيف، قاعد أروح تركيا أشوف الخام من هناك، عندي أكثر من مكان هناك طبعا، أشوف من الخام، أشوف الكواليتي، أشوف الأمور هذه كلها بالتفاصيل، ديتيلز كلها بالكامل. الشيء الثاني يعتمد على المشغل عندك هنا بالكويت هم بعد. شو ممكن أنا أجيب خام من برا ممتاز، لكن تصميمه هنا يكون سيء، فأنت هنا خلاص راح ينضرب وياك الخام أوريدي. صح. إيه نعم. نعم. أنت يعني من الألف ليليا أخوي أحمد قاعد تتابع أول بأول يعني؟ أول بأول أنا أي شخص يعني من أول ما ابتديت ليومك هذا، أي شخص يتواصل بالواتساب، أنا طبعا قبل لا أعرض شغلي بالمحل أعرض شغلي بالإنستغرام، عندي أكاونتي بالإنستغرام. شوف ردات الفعل بالبداية، ردات الفعل، الكومنتات قاعد أشوفها، الحمد لله يعني في تشجيع للأمانة. أوكي، في ناس ينتقدون، في ناس يقولوا لك أخطاء، بالعكس هذه الأشياء توعيك، تخليك تصير للأحسن للأفضل يعني. ناس أذواق وبالألوان أحمد، هم تحرص على الشغلات هذه وايد والله العظيم، يعني أنا مرات أشوف أشياء أنا حابها حاب اللون هذا، يكلمني شخص يقول لي لا الألوان هذه شنو، لا ما عندك غيرها. انا اللي تصير فيه ردة فعل شو ذوقي انا يعني، بس ما تقدر تقول حق الكاستمر كذي يعني. فبالاول والاخير هو دائما الكاستمر، راح نحرص على ان الزبون دائما نوفر له الافضل، نوفر له اللي يناسبه. كولكشن اليوم خلص، هذا ما راح يسالك على كولكشن جديد، راح يسالك على اللي خالص، راح يقول لك وين اللي خالص. صح. كذي يعني هم الامانه. عموما اخوي احمد احنا متواصلين معك في هذا اللقاء الممتع معك، شاب كويتي يعني عندك مشاريع صغيره ومتخصص في الازديريات. مشاهدين احنا متواصلين معاكم في اسواق المباركيه في هذه الاجواء المربعانيه في دوله الكويت. نروح فاصل، بعدين عندنا جيب القحطاني وعندنا فرقه الرندي، خلوكم معنا.
شكرا لفرقة الرندي، يعطيهم العافية على سمعها القوة على هالجو الحلو الجميل الشتوي المربعاني الحلوة والأجواء الحلوة في أسواق المباركية. مثل ما احنا عودناكم مشاهدي الكريم أن في أسواق المباركية مسابقاتنا وأسئلتنا والمكافآت اللي تصرف من قبل وزارة الإعلام حق الجمهور عندما يفوز في هذا السؤال، لكن راح ناخذ المتسابق الموجود معنا. حياك الله، تفضلي تفضلي، خليك لو سمحت تعال شوي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خليك قدام شوي لو سمحت شوي عشان تبين قدام الكاميرا. ام شنو؟ ام محمد. حياك الله يا ام محمد. ام محمد بسال السؤال وركز يا ام محمد، في اي عام تاسست بلديه الكويت؟ اختيارات؟ اي ممتاز. 1920 1930 او 1940؟ 40. اثبت؟ ثبت. اكيد؟ اكيد. ما تغيرين؟ لا. خلاص؟ خلاص. متوقع صح؟ ان شاء الله. تقول ان شاء الله؟ ان شاء الله. والله للاسف والله كان ودي اربحك بس لكن الاجابه خطا. واحده ثانيه ناخذ من الاخوات، تعال حياك الله. تفضلي. مساك الله بالخير. يعطيك العافيه. خليك الكاميرا هناك، لا تطالعيني، طالعي الكاميرا هناك. ام شنو؟ ام عبد الله. عبد الله تعال يم هني وشوف الكاميرا هناك. ام عبد الله، سالت سؤال قبل شوي وما فازت الاخت ام محمد. ام عبد الله، في اي عام تاسست بلديه الكويت؟ عط اختيارات. 1920 1930 او 1940. واحد منهم صح، جاوب هنا. 1900 و اللي بالنص ما ادري. 1920 او 30 او 40. 20. اكيد؟ ان شاء الله. اثبت؟ ان شاء الله. ما تغيري؟ ما ادري. ما تغيري؟ ما ان شاء الله. والله للاسف اجابه خطا. حياك ان شاء الله، مشكوره، يعطيك العافيه. ناخذ سؤال ثالث، نفس السؤال راح اسالكم اياه، نفس السؤال. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور حبيبي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك. ازهر من الاردن. حياكم الله. جابوا على السؤال قبل شوي اثنين من الخوات، اثنتين من الخوات قلطوا لكن جاوبون ان شاء الله. في عام 1900 متى تاسست بلديه الكويت؟ في عام 1920 او 40 او 30، واحده منهم صح. 1920. ما تغير. 1920 او 30 او 40، واحد ما تغير. 1930. اكيد؟ اكيد. ما تغير؟ ما غير. ما شاء الله عليك، فعلا تاسست في 1930 في 13 ابريل 1930. يعطيكم العافيه بلد الكويت، يعني دائما تواصلي معنا في تلفزيون الكويت وزاره الاعلام بتزيين اسواق المباركيه في جميع المناسبات. نقول لكم مبروكين هالمكافاه، عليكم بالعافيه وحياكم الله. ناخذ متسابق اخر، حياكم الله، تفضلي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. سؤالنا ما يبلش شيء سهل، تعجد مية من شوي هني بس طالع الكاميرا هناك. أقدم مقهى شعبي في دولة الكويت وفي سوق المباركية وين؟ هاتلك اختيارات؟ قهوة النوخذة، قهوة بناشي، قهوة بعباس، واحدة منهم صح. النوخذة؟ نعم؟ النوخذة؟ ما أدري، تسألين ولا تجاوبين؟ بسرعة. النوخذة؟ النوخذة، بناشي، بعباس، واحدة منهم صح وجاوب هناك. بسرعة. ناخذها. اثبت؟ ثبت. والله للاسف خطا، حياك الله. ناخذ متسابق اللي بعده. مساك الله بالخير. يعطيك العافية. طول عمرك العافية. عرف عليك. ماجد المطيري. حياك الله يا اخوي ماجد. أقدم مقهى شعبي في دولة الكويت. مقهى النوخذة، بناشي، أبو عباس، واحدة منهم صح. قهوة بناشي. بناشي؟ بناشي. وين مكانها؟ والله في سوق المباركية. نعم. لكن في هذه الجهة. نقول لك مبروك وحياك الله. عليك بالعافية، المكافأة تستاهل. حياك الله. مشاهدي الكرام تواصلين معاكم، ناخذ متسابق غيره. حياك الله، تفضل. مساك الله بالخير. يعطيك العافية. تعرف عليك. سيد الحمود من السعودية. والله ونعم بهل المملكة. حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب سواق المباركي وياك. تمام. والفرق الشعبية اللي موجودة. 100 ما يحتاج. حياك. شو اسمه الصغير الحلو هذا؟ هذا يوسف. يوسف. نعم يوسف، حياه الله. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، وركز معاي. معاك. زين؟ زين. السؤال يقول ما هي أول معلمة كويتية تدرس اللغة الإنجليزية والفرنسية؟ وركز معايا. هي كويتية؟ هي كويتية أكيد. مريم عبد الملك الصالح، أنيسة محمد جعفر، أو لولو القطامي؟ لولو القطامي. ها؟ لولو القطامي. أكيد. أكيد. والله صح، لولو القطامي. وفي عام 1960 بعد أن رجعت إلى الكويت وهي لولو القطامي، لولو عيسى القطامي، بعد تخرجها من جامعة في بريطانيا. نقول لك مبروك. ألف مبروك، حياك الله. سلامنا لهن اخواننا للمملكه العربيه السعوديه. ناخذ اخر متسابق، حياك الله، تفضل، مشكور. ناخذ المتسابق اللي بعده. مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك.
خالد حمود. حياك الله يا خالد. خالد، من هو أول مطرب كويتي يغني برفقة الأوركسترا؟ مطرب كويتي، هل هو سعود الراشد، محمود الكويتي، أو عبد الله الفضالة؟ واحدة منهم. سعود الراشد. أكيد. والله أثبت. أثبت. توكل. أثبت. توكل. والله فعلًا أثبت. سعود الراشد عليك بالعافية. حياك الله، ألف مبروك. مشاهدي الكرام، متواصل معك في أسواق المباركية، وراح نكون إن شاء الله معك مع فرقة الرندي مع زميلي سعد. نطلع على الفاصل هذا ونتواصل معكم دائما في أسواق المباركية. Yeah.
متواصلين معكم مشاهدينا في هذه الأجواء الباردة الجميلة في أسواق المباركية عبر الفضائية الكويتية، وهذه الفقرات المتنوعة سواء فرقة الرندي اللي موجودة معنا أو زميلنا نجيب القحطاني أو أخونا أحمد الضاحي مصمم كويتي خاصة متخصص في الإصداريات. أحمد أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك معنا أخوي أحمد. وأنا أكثر والله على الأجواء الطيبة ما شاء الله، يعني القعدة تشرح الصدر. أكيد ما في شك وجودكم يعني أخوي أحمد. على فكرة بما أنك أنت يعني مصمم كويتي ومصمم إصداري، دائما يعني عندنا الناس بالكويت في جميع دول العالم يدورون الماركات، يعني والله الماركة الفلانية تلقى يقط فيها فلوس مهما كان. فأنت يعني هل تحس يوم صارت عندنا صناعة كويتية الإصداري، هل تحس إن في بالكويت بدوا الناس يشجعونك، خاصة يعني الشباب الناس اللي يعني مختلف الأعمار اللي يحبون الإصداري؟ والله يا أخوي سعد أكون معاك صريح للأمانة، وهذا اللي شفته خلال 6 سنين اللي طافوا للأمانة، طول ما أنا احتكيت بالإصداريات تشجيع كنت أشوفه من كل شخص قاعد يأخذ مني الفست، يقول لي أول كلمة يقول لي الله يوفقك واستمر. أي شخص يأخذ مني الإصداري يعني هالكلمة هذه ما تدري إيش كثر أنا تعني للأمانة، تعطيني دافع إنه تشجعني هم بعد أكثر إني أستمر وأصمم وأبدع هم بعد بالتصميم. وللأمانة يعني لا أنسى هم بعد شخص يعني من بداية شغلي وهو دعمني بهالموقف هذا ما راح انساه يعني للامانه، الشيخ محمد العبد الله، ابو عبد الله وجه له تحيه عبر شاشتكم. وزير الاعلام وزير الدوله وزير الاعلام وزير الدوله شؤون الشباب للامانه كانت وزير الدولة من بداياتي للامانه، الرئيس نائب رئيس الوزراء للامانه من البدايه ياني لي المحل تعنى لي المحل نفسه واخذ من كل الكولكشن اللي موجود وقاعد يقايس وشوف واخذ من كل الكولكشن وحرص علي اللي يدفع عند الكاشير ودفع واخذ توكل الله، يعني للامانه كان دعمه لي وزيارته لي وكلامه الله يوفقك واستمر. واحنا دائما نعم اخوي احمد يعني والمشاهير اللي بالكويت يعني دائما يعني يستخدمون الناس في وسائل التواصل الاجتماعي يعني الاعلان او الترويج، يعني هل يونك مثلا ايضا من الاخوان المعروفين بالكويت هني؟ نعم، بالنسبه حق مشاهير السوشيال ميديا انا يمكن لي احتكاك معاهم بحكم شغلي وعملي يعني معاهم، للامانه الكل ما قصر يعني كل من واقف معي بدعمهم معي، يعني في ناس قاعد يروحون للمحل نفسه ويسوي الدعايه وانا ما ادري، لما يسوي الدعايه اشوف المنشن اشوف الهاشتاج اللي حاطه يصدمني وهو مو قايل لي ورايح ويشتري القطعه ويمشي على طول، يعني يحرجني للامانه. ويكفي كلامهم اللي يقولونه واللي قاعد يسوونه يشتغلون بالسوشيال ميديا، للامانه الكل مو مقصر. نعم اي والله عندنا مناسبات يعني وطنيه، وما دام الإصداري يعني بدا من الحين بعد الاعياد الوطنيه يعني لشهر 3 زين، يعني هل انت دائما تحرص مثلا في بعض يحب مثلا علم الكويت يكون بالمناسبات الوطنيه او المناسبات المختلفه الحلوه عندنا هنا، هل انت حاط ببالك يعني شاب كويتي وتعرفين شنو يبون الشباب؟ للامانه الفكره هذه موجوده عندي هالسنه هذه ان شاء الله باذن الله يعني بطبخها، بس يبي لها تخطيط السنة عشان نطلع شيء مرتب وشيء حلو حق الزبائن. على طاري هالموضوع هذا اخوي خلف ذكرتني من بعد عبر برنامجكم، يعني هالشيء هذا حصري بس عن طريق برنامجكم ان شاء الله باذن الله راح يكون من يوم الاحد بمناسبه رفع الايقاف على المنتخب الكويتي، يعني كل من مستانس اكيد ما في شيء، ويعني الواحد بده يسوي اي شيء بهالوناسه هذه للامانه، فان شاء الله من يوم الاحد راح يكون في خصم خاص حلو حق كل الإصداريات اللي موجودين حق كل المتابعين ان شاء الله حياهم الله. المحل نبي إصداري ازرق عيال ازرق موجود، الكحلي موجود ان شاء الله يا اخوي سعد، الكحلي بيكون دبل فيس عادي الثاني يكون ساده، بما انه يعني وايد لك متابعين بالانستغرام اللي يتابعك الحين يعني لا خص يعني مباركه والله العظيم اي شخص متابع سواء كان مشاهد او متابع انستغرام او سناب شات راح يكون ان شاء الله خصم خاص، بس يروح او يدش انستغرام ويطلب دايركت من انستغرام عشان لا يتعنى ويروح. حلو جدا احمد انه يعني نشوف الشباب الكويتي اللي عندهم هالمشاريع هذه انه يشاركون في مختلف المناسبات ويتفاعلون مع كل ما هو جديد، يعني هذه بادره احنا يعني هذه ميزه الوطني عليه. هذه ميزه الوطني يا اخوي سعد والله أكيد ما في يعني شيء يعني اي مواطن بمكاني راح يسوي هالشيء واكثر، يعني الواحد لما يستانس حق بلده ويستانس حق
رفع الإيقاف المنتخب، صار لنا سنتين موقفين كرة. صح. وردت الحمد لله رياضة، يعني الواحد بده يسوي شيء للأمانة. أكيد يعني ما في شك، يعني إحنا متواصلين معاك أخوي أحمد، وإن شاء الله يعني مشاهدينا إحنا متواصلين معاكم في هذه الأجواء المربعانية الموجودة عندنا في دولة الكويت، وهذه اللقاءات المتنوعة اللي تحرص وزارة الإعلام على تواجد قطاع التلفزيون من خلال برنامج أسواق المباركية، من خلال الفرق الشعبية الموجودة معانا بكل أسبوع. اليوم موجودة معانا فرقة الرندي الفنون الشعبية، باكر أيضا نكون معاكم إن شاء الله، وأيضا تكون عندنا فرقة شعبية. دائما إخواننا في تلفزيون الكويت يحرصون على تواجد هذه الفرق، تقدم كل ما هو جميل وكويتي. نروح لهالفاصل هذا ونكمل معاكم مشوار أسواق المباركية أرضي وجوي.
الرند يعطيكم العافيه. هذا التواصل الجميل في اسواق المباركيه ومسابقاتنا واسئلتنا حق هالجمهور الموجود معنا. حياك الله، تفضلي تفضلوا تفضل عندي هني. لا تشوفوا الكاميرا هناك، مساك الله بالخير. اهلا فيك. عرف ام شنو؟ ام احمد. ونعم والله، شو اسمك؟ احمد. والله ونعم، احمد ووالدته، حياكم والله. او شيء شراكه باسواق المباركيه؟ طبعا حلوه. مستمتعين وايد اكيد مع الفرقه الشعبيه. اي والله. ما سؤالنا سهل، ما يبي له شيء. من هو الفنان الذي جسد شخصيه جحا في مسلسل مذكرات جحا؟ هل هو الفنان خالد العبيد، محمد جابر، او ابراهيم الصلال؟ سهل ما يبي له شيء. ابراهيم الصلال. ابراهيم الصلال. اي والله فعلا ابراهيم الصلال. الله عليك بالعافيه هالمكافاه، حياك الله، مبروكين. ناخذ متسابق اللي بعده، تفضلي. مساك الله بالخير وحياك الله. تعال هني، شوف الكاميرا هناك، تعرف عليك. ما اقدر اقول اسمي. ما تقدر تقول اسمك ان شاء الله. زين، سؤالنا يقول في اي عام احتفلت دولة الكويت باليوبيل الذهبي على مصادقة الدستور الكويتي؟ 2012، 2013، 2014، واحدة منهم صح. 2014. 2000؟ 2014. أثبت. 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 حياك الله، مشكورة، يعطيك العافية، عساك على القوة. ناخذ السابق اللي بعده، حياك الله، تفضل. يعطيك العافية. هلا هلا. تعرف علي. شوف الكاميرا هناك. في أي عام احتفلت دولة الكويت باليوبيل الذهبي على مصادقة الدستور الكويتي؟ 2012، 2013، 2014، واحدة منهم صح. 2012. فعلا إجابتي صحيحة، يعطيك العافية، ألف مبروك، تستاهل المكافأة، حياك الله. ناخذ المتسابق اللي بعده، حياك الله، تفضلي. مساك الله بالخير. بالخير، هلا والله. عرف عليك. أم عبد الرحمن. يا هلا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن، في أي عام تم تأسيس وكالة الأنباء الكويتية؟ 1966، 1976، أو 1986؟ واحدة منهم صح. 66. أثبت. ثبت. خلاص. ما تغنين. آخر. أثبت. ثبت. والله ودي أربحك بس للأسف خطأ الإجابة. غيرها متسابق آخر، حياك الله، تفضل. مساك الله بالخير، يعطيك العافية. حياك الله. سؤالنا سهل ما يبي له شيء. في أي عام تم تأسيس وكالة الأنباء الكويتية؟ 1966، أو 76، أو 86؟ 76. أي تاريخ؟ 76. والله فعلا في 76، لكن تدري أي تاريخ؟ ما أدري. في 6 أكتوبر 1976. وتستاهل، ألف مبروك، حياك الله، هالمكافأة عليك بالعافية. مشاهدي الكرام، تواصلي معاك في أسواق المباركية، نطلع فاصل نرجع معاكم حق الفرقة أو حق سعد بهالمسابقات الجميلة. مشاهدينا في هذه الأجواء الجميلة الباردة في أسواق المباركية، خاصة وأن معانا كويتي يبيع سهريات. أهلا وسهلا أخوي أحمد. سهلا مبارك، يا هلا أخوي سعد. أنت ما ودك المربعانية تخلص؟ والله تبي صراحة، أنا ودي كثر ما أقدر أطول الموسم بس ما أقدر. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك أخوي سعد. يمكن مشكلة أخوي أحمد، يعني الناس اللي عندهم سديري سالفة الغسيل، ولا والله أنه يكش أو أنه مثلا يخترب عليه، هل أنت عندك فكرة عن هالموضوع هذا؟ سؤال جدا ممتاز يا أخوي سعد، أنا على النقطة هذه للأمانة. شوف، أي مشروع أنت تدش فيه، أهم شيء عندك النقطة الأساسية الكواليتي. الكواليتي إذا كان ممتاز، إذا كان يعني عاجب الكاستمرز، راح يستمر معاك حتى لو بعد 20 سنة قدام. الحمد لله، يعني استمرارية الزبون معي له السنة هذه، نوعية الخام، الغسيل، انه ما ينكمش، بتغسله بتسويه، لان نوعيه الخام اللي انا مختارها الحمد لله الكواليتي جدا جدا ممتاز. نعم. بما انك انت يعني دائما المصمم اخوي احمد، دائما المصمم يعني
يحب الالوان او يفهم بالالوان نقدر نقول، يعني هل يونك ناس مثلا والله اقول لك انا والله احب الالوان الغامجه شنو تنصحني فيه اخوي احمد، يعني هل تجيك مثل الاسئله هذه؟ بالضبط، انا دائما يعني غير الربع، يعني غير ربعي الخاصين هم بعد في ناس يسالوني دايركت بالانستغرام، يسالوني على الواتساب، عنده مثلا مناسبه مهمه جدا مهمه، عرس او ايا كان، يجيني يقول لي احمد شنو نوع الدشداش اللي في الصلاه، شنو اللون، لون الزديري اللي ممكن اخذه منك، يعني انا هني ممكن اقترح على حسب هو ستايل الشخص شنو بالضبط عشان لا اظلمه بعد، يعني على حسب هو شنو يفضل، افضل الاسود ولا الرمادي، هني ممكن انا اقدر اركب عليه الفيست المناسب عشان هم بعد لا اظلمه. يقولون لك مثلا والله يعطونك افكار، يقول لك السنه الجايه والله ان شاء الله احمد نبي يسوي كذي يسوي كذي، او شفنا شغله مثلا مكان بدوله الامانه كذي. الامانه الملاحظات هذه يعني عندي يعني من اهم النقاط بعد اني اسمعها دائما من الكستمرز، واحاول اطور سنه عن سنه، مو الافكار بس من عندي، ترى اغلب افكار الديزاينات اللي انت قاعد تشوفها اغلب شيء من الكستمرز، ترى دائما يعطوني ملاحظاتهم وسجلها عندي حق السنه او الموسم اللي بعده. انت قبل شوي قلت يعني خصومات، ولكن الاسعار اللي عندك بشكل عام يعني كاساسيات ستاندر عندك، يعني اي نعم، هل اسعارك يعني في متناول اليد؟ يعني احنا ندري ان الكواليتي يعني عندك يعني جدا راقيه اخوي احمد، ولكن الناس يعني دائما يحبون يعني السعر المعقول. السعر المعقول صحيح، انا وياك بهالنقطه هذه يا اخوي سعد. بالنسبه حق يعني اسعار الفسات، احنا اليوم كمشاريع صغيره، يعني انا مشروعي اول شيء عندي اجار المحل، ثاني شيء عندي الخام، ثالث شيء عندي المشغل نفسه كاملي. رابع شيء عندي الدعايه والتسويق والاعلانات اللي قاعد اسويها، يعني الكوست اللي هي تكلفه الفيست نفسه تخليني تجبرني اني انا شوي ارفع بالسعر. صح. بس الحمد لله يعني انا السنه هذه، يعني انا سنه من السنين كان سعري 85، انا الحمد لله السنه هذه مخليه 65، ونفس ما قلنا الخصومات بمناسبه رفع الايقاف الرياضي راح يكون 55 دينار ان شاء الله، ولفتره ان شاء الله محدوده. نعم. باذن الله. عموما اخوي احمد الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. وشاكر لك جدا يعني، وتاكد تماما يعني ان تلفزيون الكويت يعني مفتوح دائما للطاقات الشبابيه الايجابيه اللي من امثالك. الله يعطيك الصحه والعافيه وتشرفنا اليوم بحضورك. ما تقصرون يا اخوي خلف، وانا للامانه والله العظيم يعني ما ادري شلون اشكركم على دعمكم يعني حق المشاريع الصغيره، وان شاء الله يعني الغادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا. عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم عقب ما شكرنا اخونا احمد الضاحي مصمم كويتي للسديريات الكويتيه. اقول لك شكرا لك مره ثانيه اخوي احمد. شكراً وننتقل معاكم عندنا فرقه الرندي وايضا زميلنا نجيب القحطاني، لكن ايش رايكم ناخذ لقطات شتويه؟ صوت المحبة عجيب، صوت المحبة عجيب. اصوات
للطراب والمغاني يطرب لها العندلي يطرب لها العندلي وصلنا معاكم للختام لكن إن شاء الله أيضا باكر لقاء جديد عبر الفضائية الكويتية من أسواق المباركية ولقاءات جديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة. نرد مرة ثانية للرندي. حن غريب الشجي بعد عليه الأماني مسكين هو غريب مسكين هو غريب